جمعة مباركة على حضراتكم. سؤالنا الموجود على صفحاتنا المختلفة: هل بتصاب باكتئاب الخريف ولا لا؟ وازاي بتتعامل مع الناس اللي حالتهم المزاجية بتتغير؟ دلوقتي نروح للميا نشوفها بتتعامل ازاي مع اكتئاب الخريف. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك شاذلي. صباح الخير عليك يا بسام. صباح الخير يا لميا. الحقيقة شاذلي أنا ما بكتئبش في الخريف خالص. طيب يعني الحمد لله. هو الفصل المفضل بالنسبة لي، في كده من حرية الصيف وحلاوة الشتاء وهدوءه وجماله، يعني ولا بتبقى مخنوق بقى من كتر الحر مش عارف تتحرك غير في خلاص هتبقى في مكان مكيف فتتبسط في الصيف، أو ملفوف بقى ب 500 حاجة لابسها علشان برد الشتاء الجامد قوي، فتلاقيه ميكس بين الاتنين. انت مرتاح حاسس ان الجو هادي، ممكن تشرب قهوتك وتشوف برضو مطره وتسمع ست فيروز وتقدر تخرج برضو، ومش ضروري تبقى محبوس في اماكن بقى مغلقه عشان شويه هواء وبتاع درجه الحراره. الله عليك. فانا يا بحب لمي. جدا الخريف جدا. الله عليك. طيب ما الفصل الوحيد اللي ما بكتئبش فيه. طب ده كويس. الناس اللي حواليكي بقى، هل في حد منهم مثلا بيصاب باكتئاب الخريف وازاي بتتعاملي معاه؟ هو اكتر الناس اللي بحس انهم مكتئبين قوي بيبقى في الشتاء مش في الخريف. يعني الخريف بيبقى الناس بترتاح فيه من حراره الصيف والكتمه بتاعته قوي يعني، بس فالحمد لله. طيب انا ما اعرفش احد. انا بتفق معاكي تماما، بتفق معاكي جدا. صح كده، يعني الخريف جميل، فصل حلو نتبسط فيه.